السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحدادة. الحدادة أول كانت من الأشياء المهمة ولا زالت أعتقد، بس تغيرت في الشكل. تبي مسمار تلقاه عند الحداد، تبي شداخة حق هذا تلقاه عند الحداد، تبي تانكي تلقاه عند الحداد، اللي تبيه تلقاه عند الحداد. يصنع كل شيء. هناك عوائل سميت أسماءها بحرفها، عوائل كويتية كريمة. أنا إن شاء الله ضيفي وضيفكم حداد. شوفوا هالتقرير، تقرير لطيف فوق سطحهم بيت الحداد. شوفوا. أنا محمد قاسم الحداد، تعلمت حرفة الحدادة اللي هي مهنة أجدادي اللي اشتغلوا فيها بالماضي، ومهنة شاقة ومتعبة كثير. طبعاً كل الموجود شغلات أصلية قديمة، أهلي وأجدادي اللي اشتغلوا فيها في الفترة اللي طافت. طبعاً محل حدادة تكون من الكور اللي هو المكان اللي يشبون فيه الفحم، الفحم الحجري. كان يستخدمون الفحم الحجري لأن ما يطفي بسرعة ودائماً يكون مشتعل. بنيت بيت عربي كامل فوق السطح، وبرا حطيت محل حدادة اللي انتم تشوفونه، وعندي هني الدكان قديما، جميع المستلزمات اللي كانت موجودة داخل الدكان قديما. وهذا البيت العربي اللي قلت لكم عنه، طبعا هذا باب بخوخة، باب كبير وداخله باب صغير يسمونه الخوخة. ضيفي وضيفكم الأستاذ الحداد محمد قاسم الحداد، حياك الله أبو قاسم. الله حييك، ومشكورين على الاستضافة واهتمامكم بالحرف الكويتية القديمة. هذه حرف مهمة صنعت من الكويت في مقدمة الشعوب في ذاك الوقت، ولكن البركة فيكم، الواحد لما يشوف شاب مثلك يزاول هالعملية. انت عندك محل حدادة؟ عندي محل حدادة، والأدوات اللي اشتغلوا فيها أجدادي وعمامي الأصلية موجودة عندي. طبعا البداية كانت من الوالد، أخذ أغراض يدي بعد ما بطلوا الشغلة، فأخذ أغراضه، سندانة ومطارقة، شغلات اللي كان يسويها، وظلت موجودة بالبيت. فمن طلعنا من الدنيا وإحنا نشوفهم، نشوف الوالد شلون يداريهم وينظفهم، فتعودنا على شوفتهم، كبرنا قمنا نحبهم، يعني تعايشنا وياهم. زين، انت الحين شو اللي خلاك تروح حق هالحرفه هذه؟ صح تشوفها بالبيت وتشوف والدك وتشوف عمامك واهلك كلهم كانوا يزاولونها ويهتمون فيها، شو اللي خلاك انت شاب ها تقول ها بصير حداد؟ السؤال اني انا من صغري كنت احب اسال شلون كانوا يشكلون الحديد؟ حديد صلب، شلون كان يتشكل؟ يعني شنو القوة الجسدية اللي كانت عندهم؟ طق المطرية كانت تتشكل. فكنت أروح محل يدي، كان موجود يعني لفترة قريبة يعني، فكنت أروح أحاول إني أطق وأشوف، بتعلم بيد كله بيدك كله بيد نار، من تصير حمراء الحديدة أطقها.
تتشكل طبعا بصعوبه، احنا اجسامنا مو نفس الاوليين يعني. فكبرت وياي السالفه، قمت اجمع عاد هني، قمت انا اروح اسافر اشوف شنو الاغراض اللي كانوا يستخدمونها، اغراض بالكويت نفس اللي برا، شنو الادوات اللي تستخدم، مسمياتها، اروح اشوف حتى السفن مثلا القديمه المسامير لما يطلعونها شلون يصير شكلها. كانوا هم الحدادين بالاول هم كانوا يسوون مثل اعاده تدوير، حتى القديم العوي ولا مكسور ولا هذا كانوا يعيدون ترميمه مره ثانيه ويرد ينباع. فكنت اروح اشوف يعني، حتى الحين حاليا اروح مثلا الحدادين الموجودين بسوق الصفافير ما في اهتمام نفس اول، يسوون الاوتاد، يسوون المناقيش، شغلات البسيطه. فقاعد احاول اقعد اطقطق وياهم واسولف شنو الشغلات اللي والطلبات اللي تيهم استانس. انت متفرغ حق هالسالفه؟ مو متفرغ، بس جزء كبير من حياتي رايح حق التراث وحرفه الحداد. محلك وين فيه؟ الله يسلمك، انا بنيت بيت عربي كامل فوق السطح، فوق سطح البيت اللي انا عايش فيه، بنيت بيت كامل بجميع مستلزماته، ليوانين وغرف النوم، دار الحجيه والديوان، وحرصت اني انا اسوي محل الحداده ودكان. طبعا الدكان اغراض الدكان القديمه، وحطيت الحداد اغراض اهلي اللي اشتغلوا فيها الاصليه، من سندانه، من سجاجين، من جدوم، المناقيش، التاوه، الاغراض اللي كانوا يشتغلون فيها الاصليه حرصت اني احطها، والضيوف والزوار اللي يجوني اعرفهم على مهنه الحداد. اسلمك مهنه الحداد يعني انا افتخر ان اهلي اشتغلوا مهنه الحداده، مهنه شاقه وتحتاج مجهود عضلي، وانك انت تتحمل حراره النار هذه اللي يمك. اغلبيه ترى الحدادين اللي اشتغلوا دائما جلدهم يتقشر من حراره النار وعيونهم تروح من الحراره، فالتعب اللي تعبوه يعني ليش يروح كذي يعني، ليش ما ينذكرون يعني. بعدين الحداد احنا نذكرهم لذلك يبنوك يعني. ما تقصرون. فمهنه الحداد هي المهنه الاساسيه بالنسبه حق المهن الثانيه. المهن الثانيه ما يقدر يشتغل لما الحداد يسوي له شغله، مثل عندك القلاليف بصناعه السفن يحتاجون المسامير، مسامير باحجامها طبعا، الكبير والصغير، ابو فتر ابو شبر. و تعال تقيس بالفتر والشبر يعني، مو مسطره ولا لا لا، هذا ابو فتر اللي هو من السبابه للابهام. اي زين، وشبر ابو شبر الشبر من في المغلطانه يكون قد نص الكف. شوي علي باعتباري ماني حداد. مغلطانه شنو هي؟ المغلطانه مسمار يكون نص طول نص الذراع. زين، وفي الشاويه يصير طوله متر. زين، اكو مثل يقول بالشاويه واللاويه. شنو هي الشاويه وشنو هي اللاويه؟ لا، انا الشاويه اللي هو المسمار بمتر يستخدمونه حق السفن الكبيره. وعلى حسب طلبات طبعا القلاف الكميه اللي يحتاجها يحاسبونها طبعا بالميزان. ميزان عندك مثلا النجار يحتاج هم المسامير الصغيره، يحتاج المسامير المقببه، هم هذه تاخذ مجهود يعني مجهود كبير ودقه يعني شلون تسوي القبه هذه، لها قالب معين مع الحراره وتنطق. ويسوي لها الفصالات، بتات الباب، عندك مثل الصيادين. هذه الشاويه؟ لا، اقصد الشغلات اللي يحتاجونها الحرف الثانيه. الحرف يعني الثانيه اي، مثل انا ابي الشاويه. الشاويه شو اسمه؟ المسمار بومتر. بومتر. واللاويه؟ اللاويه هي الحديده الطويله اللي يستخدمونها مثل حق المناقيش، ما مناقيش اللي تكون سهله اللوي. انت شنو هي الصناعات اللي عندك؟ انت اللي تسويها انت، مو ابوك جدك. طبعا انت. احنا الشغلات البسيطة هذه مثل السكاكين. زين، اللي شيء اللي نقدر عليه، المناقيش يكون حديدة ضعيفة يعني سهل اني انا اقدر اتعامل وياها. والحداد يعني ترى حتى يعني البداية ما تطق شلون تمسكها؟ يعني هي حارة وتمسكها بالشلابتين. والشلابتين تصير حارة. ومن الطق تفلت. انا ظليت فترة بس اتعلم المسكة. شلون تمسك؟ ومع طقة قوية لا تفلت، فلازم انت تتعلم شلون تطق وتقلب عشان تطق من الصوب الثاني. عجيب. وطقهم حتى اول مو طاخ طاخ صيحه، لا يطقون ينغمون.
نغم لها فن فن ولي بعد الحداد هم ينغم اساس يفهم الاستاذ ده بنروح ناكل نبي استراحه شلون اي نغم عاد حسب الطقه مالتها مهمه ايش يعني يقول هاي شيء بمثالك طقاتهم قديمه كانت متنوعه هم على حسب الاشعار والاغاني لو بغيت الاستراحه إيه؟ شلون تقولها بالطقه لا عاد هو اذا بغى الاستراحه يطق حيل اي طق طاخ 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 هذه استراحه يعني اي ليه مزاجه مضبوط ينغم عاد اي وساعات حتى يتباصون هم بينه وبين جيرانه كل واحد ينغم ويرد على الثاني بالاغاني واشعار بينهم عجيب إيه؟ تحفظ شيء من اشعارهم لا والله ما حفظ انت ما تنغم عليه لا ما لا طق على يعني الشيء البسيط يعني اللي احنا نقدر عليه طقتين خفاف واحده قويه يعني اللي نقدر عليه الحداد كان يقعد مده طويله يعني من بعد صلاه الفجر يعني يقعد بالدكان للمغرب يعني ريوقه وغداء يبون يا بالصفر طاس يدز على الحجيه للمحل والله عافية والله شيء جميل نقدر على احنا قاعد نحاول يعني نحافظ على التراث الكويتي المشرف يعني الكويت تاريخه وايد زين الكويت مو حديثة وايد في مواقف ترى حق الكويت يعني بس ما قاعد تنذكر يعني حتى قاعد نحاول مثلا نشارك معارض وشيء قاعد نعطيهم محاضرات ونتكلم عن الكويت ورجالات تروح مدارس تلقي محاضرات ايه وهذا قاعد نشارك على طول احنا ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك حقيقة الحمد لله حقيقة شيء يوسع الصدر انك تشوف شاب مثلك حط بذهنه السالفة هذه اي الحمد لله يتعب عليها يعني حتى انا سولف مع الاولين اللي اشتغلوا بالحداد يقولون احنا اشتغلنا لمن بعد الحرب العالمية الثانية مخلصت قام البواخر القديمة اللي عندهم قاموا اوروبا يعيدون تصنيعها مره ثانيه يسوون حديد مسلح يسوون البليتات فقاموا يجون الكويت يقولون احنا نضايق نغير منهم جايبين لهم حديد جاهز وتعبنا يقول انا تعودت على الشغل ما بقعد الوالد لما الحين يشتغل في الوالد يشتغل اي بس ما يبيني هو ما يبيني اطق يقول الحياه اللي انا عشتها ما بيك انت بس هو يشتغل فيها الحين عنده محل ولا لا ما عنده محل. ما عنده بس يدي محله للحين موجود اي عنده محل بالصوابر الحداد للحين موجود موجود ومحل اخر محل راح اللي حاليا البنك المركزي اي تقريبا ل 2005 كان شارك. موجود المحل إيه؟ صورتوه ما صورتوه مصورينه اي بس حرام يعني هو الحين لما يشوف المحل ويشوف المكان يقول قطعه من قلبي راحت عجيب يعني حتى كان كبير بالسن ما يقدر يشتغل بس يقول انا راحتي لما اشوف الحديد يح اي بس ما يشتغل لا ما الوالد ما يشتغل لا ما يشتغل بس يقدر يقدر هالسوالف ويشجعك على هالسوالف يعني انت الحين مثل الحين انا امسك مثل الملمص في ناس قطعه حديده ما لها قيمه ما يدرون انا الملمص هذا يقعد لي يمكن اربع خمس ساعات بس اطالعه كذي الله استانس فيه يعني تعشق الملمص اي انا الملمص عندي هذا استانس اطالعه الملمص يعني حق المشاهدين اللي ما يعرفون الملمص هذا اللي يستخدم حق اذا طاح شيء داخل الجليب او الدلو طاح بالبرشة القطو يطيح لك داخل يقطون الملمص مثل شلاليب فيه يتعلق ويطلعون الشيء اللي طيح داخله والله يعفي عليك على العموم اخوي محمد انا شاكر حضورك الله يسلمك واستانس من سوالفك الله يسلمك واحنا لو ما ديله يسوي اللي خلص خلص ولا كان قعدنا ليه باكر ان شاء الله شاكر لك يا حبيبي الله يسلمك الله يسلمك لا احب هذا ما لزم انا بدر بالرسمي وما الله